بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح ابن فوزان الفوزان. أضواء من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة للشيخ صالح ابن فوزان الفوزان حفظه الله. الدرس 62 بعد 100. الحمد لله على كريم فضله وواسع نواله، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله. وبعد، ذكر الشيخ رحمه الله أن الناس يتفاضلون في العبودية تفاضلاً عظيماً كما يتفاضلون في حقيقة الإيمان، وهم ينقسمون فيها إلى عام وخاص، ولهذا كانت ربوبية الرب لهم فيها عموم وخصوص، ولهذا كان الشرك في هذه الأمة أخفى من دبيب النمل. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار، تعس عبد القطيفة، تعس عبد الخميصة، تعس وانتكس، وإذا شيك فلا انتقش، إن أعطي رضي وإن منع سخط. فسماه النبي صلى الله عليه وسلم عبد الدرهم وعبد الدينار وعبد القطيفة وعبد الخميصة، وذكر ما فيه دعاء وخبر، وهو قوله: تعس وانتكس، وإذا شيك فلا انتقش. والنقش إخراج الشوكة من الرجل، والمنقاش ما يخرج به الشوكة، وهذا حال من إذا أصابه شر لم يخرج منه ولم يفلح لكونه تعس وانتكس، فلا نال المطلوب ولا خلص من المكروه. وهذا حال من عبد المال، وقد وصف ذلك بأنه إذا أعطي رضي وإذا منع سخط، كما قال تعالى: ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. فرضاهم لغير الله وسخطهم لغير الله. وهكذا حال من كان متعلقا برئاسة أو بصورة ونحو ذلك من أهواء نفسه، إن حصل له رضي وإن لم يحصل له سخط، فهذا عبد ما يهواه من ذلك، وهو رقيق له، إذ الرق والعبودية في الحقيقة هو رق القلب وعبوديته. فما استرق القلب واستعبده فهو عبده، ولهذا يقال: العبد حر ما قنع، والحر عبد ما طمع. وقال الآخر: أطعت مطامعي فاستعبدتني، ولو أني قنعت لكنت حرا. ويقال: الطمع غل في العنق، قيد في الرجل، فإذا زال الغل من العنق زال القيد من الرجل. ويروى عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: الطمع فقر واليأس غنى، وإن أحدكم إذا يأس من شيء استغنى عنه. وهذا أمر يجده الإنسان من نفسه، فإن الأمر الذي ييأس منه لا يطلبه ولا يطمع به، ولا يبقى قلبه فقيرا إليه ولا إلى من يفعله. وأما إذا طمع في أمر من الأمور ورجاه تعلق قلبه به، فصار فقيرا إلى حصوله وإلى من يظن أنه سبب في حصوله، وهذا في المال والجاه والصور وغير ذلك. قال الخليل صلى الله عليه وسلم: فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له، إليه ترجعون. فالعبد لا بد له من رزق وهو محتاج إلى ذلك، فإذا طلب رزقه من الله صار عبداً لله فقيراً إليه، وإن طلبه من مخلوق صار عبداً لذلك المخلوق فقيراً إليه. ولهذا كانت مسألة المخلوق محرمة في الأصل، وإنما أبيحت للضرورة، وفي النهي عنها أحاديث كثيرة في الصحاح والسنن والمسانيد، كقوله صلى الله عليه وسلم: لا تزال المسألة بأحدكم حتى يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم. وقوله: من سأل الناس وله ما يغنيه جاءت مسألته يوم القيامة خدوشا أو خموشا أو كدوحا في وجهه. قوله: لا تحل المسألة إلا لذي غرم مفضع، أو دم موجع، أو فقر مدقع. هذا المعنى في الصحيح. وفيه أيضا: لأن يأخذ أحدكم حبله فيذهب فيحتطب خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه.
وقال ما أتاك من هذا المال وأنت غير سائل ولا مستشرف فخذه، وما لا فلا تتبعه نفسك. فكره أخذه من سؤال الناس واستشراف القلب، وقال في الحديث الصحيح: من يستغني يغنيه الله، ومن يستعفف يعفه الله، ومن يصبر يصبره الله، وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. وأوصى خواص أصحابه أن لا يسأل الناس شيئا. وفي المسند أن أبا بكر كان يسقط الصوت من يده فلا يقول لأحد ناولني إياه، ويقول: إن خليلي أمرني ألا أسأل الناس شيئا. وفي صحيح مسلم وغيره عن عوف بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم بايعه في طائفة وأسر إليهم كلمة خفية ألا تسألوا الناس شيئا، فكان بعض أولئك النفر يسقط الصوت من يد أحدهم ولا يقول لأحد ناولني إياه. وقد دلت النصوص على الأمر بمسألة الخالق والنهي عن مسألة المخلوق في غير موضع، كقوله تعالى: فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب، وقول النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. ومنه قول الخليل: فابتغوا عند الله الرزق، ولم يقل فابتغوا الرزق عند الله، لأن تقديم الظرف يشعر بالاختصاص والحصر، كأنه قال: لا تبتغوا الرزق إلا عند الله. وقد قال تعالى: واسألوا الله من فضله. والإنسان لا بد له من حصول ما يحتاج إليه من الرزق ونحوه، ودفع ما يضره، وكلا الأمرين شرع أن يكون دعاؤه لله، فله أن يسأل الله ما يحتاج إليه، فله أن يسأل الله وإليه يشتكي، كما قال يعقوب عليه السلام: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. والله تعالى ذكر في القرآن الهجر الجميل والصفح الجميل والصبر الجميل، وقد قيل إن الهجر الجميل هو هجر بلا أذى، والصفح الجميل صفح بلا معاتبة، والصبر الجميل صبر بلا شكوى إلى المخلوق. ولهذا قرئ على أحمد ابن حنبل في مرضه أن طاووسا كان يكره أنين المريض ويقول إنه شكوى، فما أن أحمد حتى مات رحمه الله. وأما الشكوى إلى الخالق فلا تنافي الصبر الجميل، فإن يعقوب قال: فصبر جميل، وقد قال: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقرأ في الفجر بسورة يونس ويوسف وياسين، وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقرأ في الفجر بسورة يونس ويوسف والنحل، فمر بهذه الآية في قراءته فبكى حتى سمع نشيجه من آخر الصفوف. ومن دعاء موسى: اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وبك المستغاث وعليك التكلان ولا حول ولا قوة إلا بك. وفي الدعاء الذي دعا به النبي صلى الله عليه وسلم لما فعل به أهل الطائف ما فعلوا: اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، أنت رب المستضعفين وأنت ربي، اللهم إلى من تكلني، إلى بعيد يتجهمني، أم إلى عدو ملكته أمري؟ إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي، غير أن عافيتك أوسع لي، أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات، صلح عليه أمر الدنيا والآخرة، أن ينزل بي سخطك أو يحل علي غضبك، لك العتبى حتى ترضى، فلا حول ولا قوة إلا بك. وفي بعض الروايات: ولا حول ولا قوة إلا بك. وكلما قوي طمع العبد في فضل الله ورحمته ورجائه لقضاء حاجته ودفع ضرورته قويت عبوديته وحريته مما سواه، فكما أن طمعه في المخلوق يوجب عبوديته له، فيأسه منه يوجب غنى قلبه عنه،
كما قيل: استغني عمن شئت تكن نظيرة، وأفضل على من شئت تكن أميرة، واحتج إلى من شئت تكن أسيرة. فكذلك طمع العبد في ربه ورجاؤه له يوجب عبوديته له، وإعراض قلبه عن الطلب من وإعراض قلبه عن الطلب من غير الله والرجاء له، لا سيما من كان يرجو المخلوق ولا يرجو الخالق، بحيث يكون قلبه معتمدا إما على رئاسته وجنوده وأتباعه ومماليكه، وإما على أهله وأصدقائه، وإما على أمواله وذخائره، وإما على ساداته وكبرائه كمالكه وملكه وشيخه ومخدومه وغيرهم ممن هو قد مات أو يموت. قال تعالى: وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا. وكل من علق قلبه بالمخلوقات أن ينصروه أو يرزقوه أو يهدوه خضع قلبه لهم وصار فيه من العبودية لهم بقدر ذلك، وإن كان في الظاهر أميرا لهم مدبرا لهم متصرفا فيهم. فالعاقل ينظر إلى الحقائق لا إلى الظواهر. فالرجل إذا تعلق قلبه بامرأة ولو كانت مباحة له يبقى قلبه أسيرا لها، تتحكم فيه وتتصرف فيه بما تريد، وهو في الظاهر سيدها لأنه زوجها، وفي الحقيقة هو أسيرها ومملوكها. وبهذا تنتهي هذه الحلقة، فإلى الحلقة القادمة بإذن الله.